إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه المتابعة، ونتحول لملف مجلس الوزراء فيما يتعلق بحركة المحافظين. ينضم إلي الآن الأستاذ عبد اللطيف وهبة، محرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف، يعني أحدث الأنباء الخاصة بالمحافظات التي تم تغيير المحافظين لها، بالإضافة لمقعد كان شاغر بالأساس بطبيعة الحال. ده صحيح. يمكن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يعني اثناء توجهه لمقر مجلس الوزراء صباح اليوم قال ان هناك تعديلات في 6 محافظات بالاضافه لتعيين محافظ للقاهره. كما تعلمين، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه هناك فلسفه جديده فيما يتعلق بتغيير المحافظين. يعني من الممكن ان تكون على دفعات، على اعتبار انه يتم انتقاء الشخصيات بطريقه شديده جدا فيما يتعلق بالمرشحين لهذه المحافظات، مراجعه السير الذاتيه، الاجهزه الرقابيه تتحرى عنهم، لان بيحصل احيانا مشكله في عمليه يعني الاحلال والتجديد الجماعي. يعني احيانا شخصيه كده تطلع، او شخصيه يكون عليها لغط او جدل او غير كفء على سبيل المثال، من الممكن ان يحدث. لكن الان عادة او ربما سيكون التغيير فيما يتعلق بالمحافظين، احنا عندنا 27 محافظة او اكثر، يعني هيكون على دفعات، بحيث انك بتختاري اولا قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، قيادات على درجة عالية جدا من الكفاءة المالية والادارية، وعندها خبرة في مجال المحليات. يمكن حضرتك طب يعني يفهم من كلامك اختيار، كما قال رئيس استاذ عبد اللطيف، اختيار لي. نعم، يفهم من كلامك انه هذه التغييرات الستة لن تكون الأخيرة، وقد تحمل الفترة القادمة تغييرات أخرى؟ ده صحيح، من الممكن أن تحدث في أي وقت تغييرات قطاعية أخرى على مستوى قطاعات في المحافظات. يعني هنلاحظ أن الحركة المرة دي بتجيب من الشمال لأحيانا للصعيد في المنيا في الوجه البحري وهكذا، لأن كانت المشكلة في الفترات الماضية كما قلت لحضرتك أن كان دايما بيبقى فيه استعجال في التعيين، استعجال في تعيين القيادات، أو في مراحل مختلفة كان بيتم الاستعجال في عملية اختيار المحافظين، وبالتالي من الممكن ان انت ما تختاريش بكفاءة عالية جدا. يعني ايه، مش هو ده المرغوب او المطلوب. واحيانا هناك خبرات على فكرة كبيرة جدا في مجالات مختلفة. يعني اذا قلنا مثلا في الجامعات المصرية، ممكن تلاقي كفاءة عالية جدا، لكن لما يخش الجهاز الاداري للدولة يعني بيكون الاداء مختلف، وما اصلا هو مش متعود على جو الاداره المحليه في مصر، وبالتالي بيلاقي الجو مختلف، ممكن يحصل له بعض المشاكل او بعض العقبات، او لا يوفق مثلا على سبيل المثال. وانا بعتقد ان هتكون هناك موجات اخرى، لان في محافظات ليست بالكفاءة العالية. يعني طيب، عندما نتحدث عن هذه الآلية الجديدة اللي بتتحدث عنها أستاذ عبد اللطيف، يعني كيف نطبق هذا على هذه المحافظات، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية؟ بمعنى السيرة الذاتية لمن تم اختيارهم كمحافظين، إلى أي مدى تؤشر لهذا الاختلاف اللي حضرتك بتتحدث عنه؟ طبعا حضرتك لو حضرتك مثلا شفتي المرشح الجديد للقاهره، هتلاقيه يعني واحد اولا لديه خبره كبيره جدا في مجال النقل الجوي، ثم عمل وزيرا للنقل في فتره من الفترات. يعني هو كفاءه ومشهود له بالكفاءه والنزاهه والشفافيه. المعايير الاساسيه الان ليست الكفاءه فقط، ولكن الشفافيه، لانك انت تريدي تخليص المحليات من الفساد، الفساد اللي مستشري في جميع، يعني انا مش عايز اقول لك من الصغير للكبير، وانا عايز اقول لحضرتك ان كل التقارير الرقابيه تحذر من خطورة فساد الصغار وليس الكبار فقط. فساد الصغار ده معناه انه بيتعامل مع آلاف المواطنين يوميا في المحليات، ف
فما بالك لما يبقى في مثلا موظف فاسد، ده من الممكن ان هو يوقف مصالح عشرات الالاف من البشر. طيب بما انك تتحدث يعني بعض هذه المحافظات طبعا بطبيعه الحال بعيدا عن المحافظه التي كان المقعد شاغرا فيها بتولي منصب وزير النقل، يبقى السؤال عن المحافظات الاخرى، يعني بعضها كانت حولها تكهنات الحقيقه خلال الفتره الماضيه بانها ستشملها هذه التغييرات. هل تجد في اي من هذه التغييرات حتى هذه اللحظه ربما مفاجاه او ما مخالف التوقعات المبنية على ردود فعل أبناء هذه المحافظة؟ هو مخالف لبعض التوقعات، لأن كان هناك توقعات بأن تمتد الحركة كما كان البعض يتوقع لأكبر عدد. أنت عندك محافظات ما زالت تعاني حتى الآن من سوء الخدمات، وعايز أقول لحضرتك أن سوء الخدمات في هذه المحافظات ليس مرتبط بنقص تمويل الدولة أو المخصصات في الموازنة العامة للدولة، ولكن هو بيرجع أساسا إلى أداء المحافظ نفسه. هناك، أنا مش عايز أقول لحضرتك، هناك تقارير تتحدث عن محافظين في بعض الأقاليم، محافظين كما نسميهم مكتبيين، مكتبيين بمعنى يلازم في مكتبه يعتمد على التقارير التي تأتي إليه أو القرارات التي تأتي إليه، وبيقوم بالتوقيع دون التحقق من حقيقة هذه القرارات أو صحتها أو خلافه، وده طبعا بيسبب مشاكل كبيرة جدا. أيضا هناك تقارير حول معدلات الأداء فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في هذه المحافظات. احنا عندنا هناك إرث من فترات سابقة من قبل 2011، هذا الإرث ان عندنا 70% من المشروعات التنموية في المحافظات معظمها مشروعات مفتوحة لم تكتمل حتى الآن، وبالتالي انت بتجيبي دماء جديدة، شخصيات جديدة تستطيع ان تستكمل مرحلة، تستطيع ان تواجه فساد. استاذ عبد اللطيف، يعني بطبيعة الحال رئيس الوزراء يتوجه لرئاسة الجمهورية لحلف اليمين الدستورية سواء للمحافظين الجدد او لوزير التموين. لوزير التموين الجديد. اربط هذا بملف التكهنات، يعني فكرة يعني فراغ هذا الموقع باستقالة الدكتور خالد حنفي فتح المجال لعدد من التكهنات ايضا بتغيير عدد آخر من الوزراء. آخر الأخبار من مقر الحكومة أن ما يرتبط بوزير التموين الجديد هو فقط المتاح في هذه الفترة، أم أننا نتوقع تغييرات أخرى كما قلت أنت أيضا على المحافظين؟ هو المتاح في هذه الفترة، ولكن بنتوقع بعد ربما يكون يعني، وده تقديرات أو ربما من الممكن أن تعتبريها معلومات، من بعد التوصل النهائي باتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن يحدث تعديلات أو تغييرات وزارية محدودة خصوصا في مجموعة الخدمات. ليه مجموعة الخدمات؟ هي المجموعة اللي هي دايما تلاقي لها أزمات وفي مشاكل في قطاعاتها في العديد من المجالات. ربما لأنك أنت عندك في حال التوصل النهائي مع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي عندك إجراءات وبرامج اجتماعية وخدمية احترازية لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة أثناء تطبيق هذا البرنامج. إذن هذا يتطلب يعني ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات الخدمية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد اللطيف وهبة محرر شؤون مجلس الوزراء. إذن فيما يتعلق بتسمية وزير جديد للتموين، تم حسم هذا الأمر بالأمس، واليوم كما نتابع هذه الأخبار الواردة بالخطوة التالية وهي التوجه لرئاسة الجمهورية لحلف اليمين سواء لوزير التموين الجديد أو للمحافظين الجدد. نتحدث عن اللواء عمرو عبد المنعم محافظا للقليوبية، اللواء رضا فرحات محافظا للأسكندرية، والدكتور عاطف عبد الحميد محافظا للقاهرة.
ثلاث محافظين جدد من ضمن حركة تضمنت ستة محافظين، ويتوجه رئيس الوزراء لرئاسة الجمهورية كما ذكرنا لحلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد الستة وأيضا لوزير التموين الجديد.